اليوم أردت أن أقف عند سؤال ورد إلي في بحر هذا الأسبوع أو في بحر الأسبوع الماضي وفي مطلع هذا الأسبوع كثيرا، وهو الحديث عن مسألة يوم عاشوراء. واليوم هو يوم التفسير، عادة أنا يوم السبت أخذ آية من القرآن أدندن حولها، لكن باعتبارنا نتفيأ ظلال الذكرى لا بأس أن أقف عند هذا الموضوع الذي يخلط فيه كثير من الناس ويخبط فيه كثير من الناس خبط عشواء. ذاك أنهم يخلطون بين مسألة وقعت بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 50 عاما وبين مسألة يوم عاشوراء التي ذكرها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منا أن يعني نعيش أفياءها. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث حول مسألة استشهاد سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، والتي وقعت قدرا في العاشر من محرم. فالناس تخلط بين استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبين مسألة يوم عاشوراء التي ذكرها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالصيام. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ورأى اليهود صائمين، فسألهم هذا السؤال وهو العالم، سألهم وهو العالم بهم، قال: لم تصومون هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني اليوم الذي نجى الله عز وجل سيدنا موسى وقومهم من فرعون وملئه لما فلق لهم البحر، إمتى كان؟ يوم العاشر. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا أن الأنبياء جميعا وأن الأنبياء كلهم دينهم واحد وخرجوا من مشكاة واحدة وهي مشكاة التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بمن؟ بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه وقال: لئن أحياني الله إلى قابل، يعني أنا إذا عشت للسنة اللي بعدها رح صوم تاسعاء وعاشوراء. الآن أنت قد تسألني سؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس قرابة تقريبا يعني 10 سنوات في المدينة تقريبا، كيف يعني لأن أحيانا يعني إمتى النبي صام؟ معناها سؤال كيف نفهم. والحديث الذي يروي الإمام مسلم أنه من صام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، كيف نفهم الحديث؟ الحديث أو هذا الموقف ينبغي علينا أن نقف منه عند 3 أمور هامة جدا. أول شيء، نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود في أعمالهم، صح ولا لا؟ مثلا حفوا الشارب واعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود، صح ولا لا؟ أي شيء النبي عليه الصلاة والسلام عادة كان يأمر بمخالفة اليهود. لماذا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اليهود في هذا الأمر؟ كيف؟ أول شيء، هذا الأمر خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ خير. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا خيرا حتى لو كان من أصحاب الشرائع السماوية أقره وذكر فضله، لكن ذكر شيء زايد عليه حتى يبين تميزا للمسلم فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه صيام يوم عاشوراء، لو إنسان صام عاشوراء لوحده صحيح، منازل هذا الصيام 4: إما أن تصوم تاسعاء وعاشوراء
و11 بالتقويم تبع دبي اليوم قديش؟ اليوم 9 اليوم 9 ولا 10 اليوم التقويم الجديد هذا ناجي؟ ناجي في تقويم هنا شو اليوم كم 10 ولا 9 تبع دبي؟ اليوم 10 تقويم دبي 10 في تقويم آخر اليوم 9. طيب خروجا من الخلاف أنه نصوم اليوم امبارح بكرة، الآن المنزلة الأولى أن تصوم 9 و10 و11 واحد، المنزلة الثانية أن تصوم 9 و10، المنزلة الثالثة أن تصوم 10 و11، المنزلة الرابعة أن تصوم 10 وحده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن كيف يوافق النبي اليهود؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك أن يكون لك شخصيتك وهويتك، أن تكون لك هويتك وشخصيتك الإسلامية خاصة في العبادة، لكن إذا كان هناك أمر وافقك به أحد أتباع الشرائع السماوية وفيه خير أقره صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هنا أريد أن أقف قليلا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس في هذه، في أشياء كثيرة أراد أن يبين أن للمسلم أمارة وعلامة مسجلة عن غيره، ليس لأن غيره أقل لا، لكن حتى يميز أنه مسلم، يعني ليس المقصود انتقاص الآخرين وإنما المقصود بيان تميز المسلم. سأضرب على هذا مثال، لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نحن نعلم أن العبادات الصلاة بالذات مرتبطة في الإسلام بماذا؟ بالشمس، الصلاة مرتبطة بالشمس، طلوع الشمس، غروب الشمس، استواء الشمس في قبة السماء، زوال إلى آخره. طيب كيف كانوا يعرفون أنه أذن الظهر؟ دخل وقت الظهر، يعني كيف كانوا يعرفون دخل وقت الآن؟ دخلوا فكان في خلاف كبير، واحد من الصحابة يا رسول الله قال نتخذ ناقوسا، قال له لا هذا ذاك للنصارى، نحن بدنا يكون عندنا شيء متميز، هذا للنصارى. قال له قال له بعض الصحابة يا رسول الله نوقد نارا، نشعل نار. لما يعني أنا أريد أن أركز على نقطة هامة جدا، دخول وقت الصلاة لا علاقة له بالأذان، الأذان في زماننا الآن هو علامة لدخول الوقت، يعني الآن أنا جالس في بيتي أو في الصحراء وما في مسجد، غابت الشمس، أفطر إذا كنت صائما وأصلي دون أن أنتظر أذان، أو أذن لنفسي لو أردت، لكن لو ما أذنت وصليت الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ فالأذان علامة لدخول الوقت ولا علاقة له بالوقت، يعني هو إشارة تنبيه للناس أنه يا جماعة غابت الشمس طلعت الشمس، تمام؟ فالأذان علامة. المهم قالوا يا رسول الله نوقد نارا، قال ذاك للمجوس، قال نتخذ بوقا، قال ذاك لليهود. ثم أحد الصحابة رأى في المنام ألفاظ الأذان، وثم أقر رأى الرؤية نفس سيدنا عمر، في الحديث طويل. المهم جعلوا الأذان، النبي أقر الأذان هو علامة لدخول الوقت. ما أريد أن أقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه المسألة الجزئية البسيطة أراد أن يكون لنا تفردنا، أن تكون لنا شخصيتنا المتفردة المتميزة، ليس انتقاصا من الآخر لكن تميزا لشخصية المسلم في لباسه، في طعامه، في شرابه، في علاقاته الاجتماعية، في علاقاته الإنسانية، ينبغي أن يكون المسلم متميزا. لذلك لما نقرأ قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دائما أذكركم بتفسير هذه الآية، أي قالها اعتزازا لك تفردك. بعض الناس يخجل بدينه، يخجل، اعتز بدينك وين ما رحت، أينما كنت في بقاع الأرض صلي صلاتك والجميع يحترمك والجميع يحبك، بس أهم شيء الإنسان يكون متميز بأخلاقه، أن يري منه، أن يرى الناس منه أخلاقا حسنا. طيب هنا في كلام لا بأس أن أذكره
ذكره ابن رجب الحنبلي في مسألة صيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعاشوراء، قال: صيام يوم عاشوراء مر بمراحل، أرجوكم أن تحفظوا هذه المراحل. صيام يوم عاشوراء مر بأربعة مراحل، احفظوا هذه المراحل. مر بأربع مراحل. أولا، المرحلة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، يعني لما كان في مكة قبل أن تنزل آيات الصيام، قبل أن تنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أن تفرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء. أين؟ في مكة. إذن المرحلة الأولى أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء؟ في مكة، هذه المرحلة الأولى. وكانوا يعظمون عاشوراء، وكان أهل مكة يعظمون عاشوراء، حتى أهل مكة كانوا يعظمون يوم عاشوراء. المرحلة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فرآهم يصومون، فسألهم تعليما وتقريرا لهم وبيانا لهم أن دين الأنبياء واحد، فصام عاشوراء وأمر أصحابه بالصيام. المرحلة الثالثة، لما افترض الله صيام رمضان قال النبي اللهم صل عليه: إن الله فرض عليكم صيام رمضان فمن شاء صام عاشوراء ومن لم يشأ لم يصوم، لأنه باعتبار خلص نحن صار عنا فرض صيام رمضان، الآن صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة، قال لهم: إن شئتم صوموا، إن شئتم ألا تصوموا ما في مشكلة، لكن المرحلة الأولى كان صلى الله عليه وسلم يصوم أين؟ في مكة. المرحلة الثانية، دخل المدينة رأى اليهود يصومون فأمر بصيام، المرحلة الثانية صام وأمر أصحابه بصيام. المرحلة الثالثة، لما نزل الأمر بصيام رمضان النبي قال: من شاء صام عاشوراء ومن لم يشأ لم يصوم. المرحلة الرابعة والأخيرة، قال: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن قبله يوما أو بعده يوم. الآن منازل صيام عاشوراء نحفظهم، نحن ذكرناهم قبل قليل. محمد يصوم، إما يصوم أول مرحلة يصوم تاسعة وعاشوراء وإدعش. المرحلة الثانية يا طارق، تاسعة وعاشوراء أو عاشوراء، والمرحلة الثالثة عاشوراء. لا، في واحدة أنت قلت اثنين هيك على البيعة صح، يعني إذن إما أن يصوم تاسعة وعاشوراء وإدعش، وإما أن يصوم تاسعة وعاشوراء، وإما أن يصوم عاشوراء وإدعش، وإما أن يصوم عاشوراء، هي منازل الصيام. طيب سؤال، الله، هل صيام يوم عاشوراء يكفر؟ الحديث يقول كفر السنة الماضية، طيب هل يكفر هو الكبائر ولا صغائر؟ سؤال، هل الصيام يكفر الصغائر أم يكفر الكبائر؟ ما عليه جمهور العلماء أنه يكفر الصغائر، يكفر الصغائر ولا يكفر الكبائر. قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن، بس بشرط شو؟ إذا اجتنبت الكبائر. هذا دليل الجمهور، أنا بدي أكون تحفظ الدليل لأن هناك رأي آخر وله دليل. الرأي الأول ماذا يقول؟ أن صيام عاشوراء يكفر ماذا؟ يكفر الصغائر، هذا رأي الجمهور. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن إذا شو صار؟ بس بشرط إذا اجتنبت الكبائر، هذا رأي.
وهو رأي محترم. الرأي الثاني، وأرجو أن نركز بالرأي الثاني لأن فيه أدلة. الرأي الثاني يقول لا، إن هذا الصيام يكفر الكبائر قبل الصغائر. ليه؟ شو الدليل؟ دائما في أدلة. قال لأن الصغائر لا تحتاج إلى تكفير إذا اجتنبت الكبائر. الدليل أن الصغائر لا تحتاج إلى تكفير، وسأناقش الحديث قبل قليل، لا تحتاج إلى تكفير. ليش؟ لأن الكبائر اجتنبت. الدليل ما هو الدليل؟ الدليل هو القرآن. قال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا، آية عجيبة واضحة، كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتبهوا إخواني، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تمام ولا لا؟ فاجتناب الكبائر يؤدي إلى يعني تحصيل حاصل، الصغائر داخلة فيها. تمام؟ قالوا لأن تكفير الكبائر هنا الحديث يعني تكفير الكبائر ولا يعني تكفير الصغائر، لأن الصغائر لا تحتاج إلى تكفير، فاجتناب الكبائر يؤدي إلى تكفير الصغائر. ومن قواعد الشريعة أن الحاجة الأعلى تأخذ الأدنى. مثال: نحن صلينا الآن العشاء جماعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. الحديث الصحيح: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد، في رواية ب29 درجة، في رواية ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. يعني اللي أخذ 29 دخل في 27 ودخل في 25. طيب، قالوا ذكر الأعلى الذي يشمل الأدنى، يعني لما نقول 29 معناته دخل فيه 25 ودخل فيه إيش؟ 27. ومثال آخر: لما تغتسل غسل الجنابة، الوضوء بعد الغسل الجنابة مكروه. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يغتسل وما توضأ بعد أن يغتسل. واحد. اثنان، وهنا بيت القصيد، قالوا الوضوء كبير، الوضوء الغسل كبير، واحد يغتسل هذا شيء يغسل كل جسمه مع النية، عم بتكلم أنا عن غسل الجنابة الآن، يغتسل. قال هذا شيء كبير، والوضوء شيء صغير، فالصغير يدخل في الكبير. يعني أنت مثلا كنت في مزرعة عند صديقك أو عندك بالفيلا مسبح أو كنت أمام البحر بدك تتوضأ، فقلت نويت الوضوء، شكيت رواسي أو غصت، وضوءك صحيح وتصلي إمام. واحد كان جنوب واستيقظ وأمامه حوض المسبح بالبيت، طبعا حوض المسبح ينبغي أن يبلغ أكثر من قلتين، قلتين يعني أكثر من 11 تنكة، وأكيد المسبح أكثر من 11 تنكة. فيقول نويت الغسل وينزل في المسبح، ما في داعي توضأ، ما في داعي للوضوء. ليه؟ لا داعي للوضوء، لكن لو توضأ قبل الغسل أفضل، لكن بعد الغسل مكروه. ليش؟ لأن صغير انضوى تحت الكبير. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. طيب، وقال في حديث آخر: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو واحد قدام باب بيته في نهر يغتسل منه باليوم 5 مرات عم يتحمم، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني لما واحد عم يتحمم بالنهر، سؤال: أول شيء إذا كان عليه يعني كبائر بتروح ولا صغائر؟ طبعا الكبائر، يعني أول شيء بتروح الكبائر، يعني الوسخ الكثير لما واحد يغتسل بالنهر شو بيروح؟ الوسخ المغلظ، وليس إذا شوية عرق شوية بكتيريا، لا. فقال لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى، قال عليه الصلاة والسلام، من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن
خطايا. فالنهر لما يمحو الله بهن الخطايا يعني أكيد الكبار رايحين أول شيء. فإذا الرأي الثاني يقول بتكفير الكبائر قبل الصغائر. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واحد بينزل بطن أمه عليه صغائر ولا كبائر؟ ما عليه شيء. لما ينزل من بطن أمه عليه صغائر ولا كبائر؟ ما في شيء. فإذا الرأي الثاني يقول بتكفير الكبائر. ليش نحن حكينا هذا الكلام؟ يعني بشكل سريع، النقاط المهمة اليوم في درس اليوم ألا نخلط، أو واحد ألا نخلط بين استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأقدار شاءت أن استشهاده رضي الله عنه وأرضاه وجريمة قتله وقعت في يوم عاشوراء قدرا. بعد أكثر سيدنا الحسين استشهد تقريبا سنة 52 للهجرة، يعني بعد هجرة سنة يعني بعد 52 سنة، تمام، يعني بعد حوالي 42 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، فلا علاقة لي لصيام. يعني بعض الناس سألني قال لي طيب ليش نحن نصوم؟ هذا الأمر له علاقة بمقتل سيدنا الحسين؟ لا، استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله لا علاقة له بمسألة عاشوراء التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبطة بمن؟ بسيدنا موسى. موضوع لا علاقة له باستشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله. هذا النقطة الأولى في درس اليوم. النقطة الثانية، الله الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة اليهود ثم يوافقهم في الصيام؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أي شيء كان من أهل الكتاب إذا كان فيه خير، لكن يريد أن يبين أن للمسلم هويته وأن للمسلم اعتزازه بدينه، فيقول نصوم قبل أو بعد، لكن يبقى أنه أخذ منهم الصيام. تمام، نأخذ ما صفى ونترك ما كدر. ثانيا، ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيامه مر بثلاثة أو بأربع مراحل. كان يصوم في مكة وكان أهل مكة يعظمون عاشوراء. المرحلة الثانية دخل المدينة وأمر الصحابة بصيامه. المرحلة الثالثة ما هي؟ لما نزل الأمر بصيام رمضان قال من شاء أن يصوم عاشوراء ومن لم يشاء لم يصوم. رابعا قال إن أحياني الله إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. طيب، النقطة الخامسة في درس اليوم أيضا منازل الصيام، صيام تاسعاء، عاشوراء، 11، صيام 11، صيام 10 و 11، صيام 10 وحده، تاسعاء عفوا 10 و 11، أو صيام عاشوراء وحده. أخيرا وليس آخرا، هل يكفر الكبائر الصغائر؟ يكفر، الرأي يكفر الصغائر عند الجمهور الصغائر، وعند الرأي المحققين أن يكفر الكبائر قبل الصغائر بدليل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اللهم يا حي ويا قيوم، بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، أعنا يا رب على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين، أعنا على الصيام والقيام يا أرحم الراحمين، وتقبل منا طاعتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.